احنا ثانيا اكو بعض التخصيصات موجوده لكن تلقات من بعض الدوائر. مثلا عندك امانه بغداد اكو محلات كانت يعني عادت الاسعار بها بشكل قوي، وزاره التخطيط قبل اكثر من شهرين قصت هاي المبالغ ودعمتها وعالجتها في سبيل تعلينها، لكن لحد الان ما معلنه. انت عندك مشكله ويا امانه بغداد دائما تنتقدها. أنا أبد ما منتقدهم، هاي أول مرة انتقدهم، بالعكس هم ناس يعني لهم باع طويل، لكن تأخير إعلان المشاريع أيضا ما مبرر. طيب، لأن هذه المشاريع مخصص لها مبالغ، والسيد وزير التخطيط مشكور كان متعاون بالموضوع، رفع الموازنة مال عالج التقدير الأسعار ودعمهم بشكل قوي، لكن من حد الآن من تاريخ 8/6 لحد الآن لم تعلن ولم تباشر بهذا. ليش؟ الفلوس موجودة، الفلوس صح؟ موجودة. كان أكو مشكلة في تخصيص هذا المبلغ، كان أكو بالكلف السيد وزير التخطيط انطاهم الدعم اللي لازم، وافق على هذه المشاريع، رفع سقفها وبكتاب رسمي، لكن لحد الآن مثلا هاي أحد المشاكل كمثال يعني داعث. نعم، لحد الآن لم تعلن ولم ترى النور. طيب، أكثر من شهرين مبالغ مخصصة. يعني اليوم احنا سيادة النائب الحكومة جادة بتقديم كل الخدمات المطلوبة للمناطق والمحافظات اللي كانت بالفعل تعاني من الحرمان. القرار اللي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء اللي بالفعل لامانة بغداد استملاك الاراضي الزراعية المشغولة بساكنيها والمملوكة للدولة لتحويلها من جنس زراعي الى سكني وتمليكهم ايضا في ايجاد تشريعات خلال هاي المرحلة المقبلة راح يفك مشكلة التجاوزات والعشوائيات بالعاصمة. شو صار من هذا القرار؟ والقرار هو الحقيقة ما تطبق بشكل رئيسي. لأن تعرفين أكو مشاكل وأكو تداخلات وأكو بعض التجاوزات. وحاليا الدولة مو دولة يعني مثلا قوية. أكو وضع أمني لحد الآن مو قوي جدا. ومثل ما معروف كل ما تقوى الدولة يطبق القانون بشكل أقوى. فلذلك هذا القانون هو قانون جيد وقانون صحيح، لكن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى قوة للقانون. يجب قبل كل شيء أن ندعم القانون ونقوي القانون لتمكن من تطبيق بنوده بشكل صحيح وعلى الجميع ودون استثناء.